السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب المستوى السابع محاسبة، أهلا بكم. نعم، هذا هو اللقاء الحادي عشر، وإن شاء الله باقي معنا لقاء اليوم إن شاء الله، ونخلص بقدر المستطاع إن شاء الله النهاردة. لو في أي حاجة ممكن نكملها عن طريق المنتدى، أو ممكن نعمل محاضرة تانية، ما في أي مشكلة. سؤالي لكم الآن، بس المذكرة ظاهرة معاكم على الشاشة عندكم، يعني أنا في أسئلة خامس، واضحة معاكم أم لا؟ تمام، شكرا يا أحمد، بارك الله فيك. وفقا لأغلاق نظام ضريبة الدخل في المملكة يحق المكلف تلحيق الخسائر، الإجابة هي التشغيلية المعدلة لمدة غير محددة. طيب، الآن اختفت تاني؟ لا لا لا، اختفت عندك يمكن يا أحمد، عندك أنت اختفت ولا عند الكل؟ ظهر التاني. طيب، حتى الصوت ما فيه. لا، إن شاء الله الصوت وصل. هو المفروض ظهرت معاكم الشاشة يا شباب، بنات وأولاد، بناتي وأولادي الأعزاء، المفروض الشاشة ظاهرة معاكم الآن. أحمد، الشاشة ظاهرة معك ولا لا؟ الآن ظهرت الشاشة بناتي الأعزاء، أولادي الأعزاء، أبناء الأعزاء، ظهرت معاكم الشاشة. ليه التأخير في الرد يا شباب منكم؟ ظهرت معاكم الشاشة؟ طيب، يا شباب، لا إله إلا الله، الشاشة ظاهرة معاكم يا شباب، الشاشة ظاهرة معاكم. طيب خلاص، خدت أنا أول سؤال يا أولاد من السؤال الخامس. وفقا برضو تاني، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. وحاليا ظهرت طيب معاكم تاني ولا لسه برضه مختفية؟ يا شباب، ظهرت الشاشة معاكم الآن؟ أحمد، الشاشة ظاهرة أمامك في التليفون أو في الكمبيوتر، اللي هي أنا في الفصل الخامس الآن. طيب أخوة الكرام، أسئلة الفصل الخامس خدنا منها السؤال الأول، السؤال الثاني. سماح، تفضل يا سماح، الشاشة ظاهرة معك؟ النت ضعيف عندكم يا شباب انتوا. يحق لمصلحة الزكاة والدخل أو لهيئة الزكاة والدخل إجراء ربط إضافة على الشخص إذا اتضح لمصلحة أن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة. هذه الإجابة صح ولا خطأ؟ صح يا شباب. تخضع شركات الأموال السعودية المقيمة عن حصة مواطني دول مجلس التعاون دول الخليج العربية والشركات المملوكة لهم بالكامل المسجلة في ذلك الدول في الأرباح التي تحققها للزكاة الشرعية وليست للضريبة.
وعموما في الامر السامي، امر الملك السامي 1405 شباب، قال انه تعامل مواطني دول مجلس التعاون بمعامله السعوديين في انهم يخضعوا للزكاه وليس للضريبه. تعتبر حالات التوقف عن النشاط او بدء مزاوله النشاط استثناءات على مبدا سنويه الضريبه؟ نعم، لان الضريبه يا شباب ممكن تتحاسب عن فتره معينه وممكن تتحاسب عن سنه. فكون واحد يتوقف عن النشاط فده يعتبر ده استثناء عن السنوية. يترتب على خضوع دخل المكلف الواحد من مصادر متعددة لأكثر من ضريبة نوعية حدوث ازدواج ضريبي. يترتب على خضوع دخل المكلف الواحد من مصادر متعددة لأكثر من ضريبة نوعية حدوث ازدواج ضريبي. لا مش لازم. مش لازم، احنا الازدواج الضريبي المقصود به الإيراد يخضع لضريبتين. الإيراد نفسه بنفس الإيراد يخضع لضريبتين. بس يفرض واحد عنده مرتب بياخد على ضريبة المرتبات، عنده أرباح تجارة بياخد على أرباح التجارة، عنده مصنع ياخد على أرباح التصنيع وهكذا. بيتاجر وبيكسب وعنده مثلا أوراق مالية بياخد عليه العوائد من رأس المال عادي جدا. تعني إقليمية الضريبة تطبيق مبدأ التبعية الاقتصادية في فرض الضريبة. إقليمية الضريبة تطبيق مبدأ التبعية، التبعية الاقتصادية والتبعية الحدود برضه نفسها. إذا دفع مبلغ من المال، إذا دفع مبلغ من المال عن عدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد النظامي فإن ذلك يعد رسما. لا غلط، هذا يعتبر، هذا يعتبر غرامة. الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي يخضع للضريبة سواء كان سعوديا أو غير سعودي، مقيما أو غير مقيم. اللي يعمل في الغاز يا أولاد ويا بنات، اللي يعمل في الغاز سواء كان سعودي أو غير سعودي يخضع للضريبة. تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا كانت منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي، دي صح. إذا كانت الشركة منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي فإن حصص الشركاء غير السعوديين فيها لا تخضع للضريبة. طبعا ده غلط. ده هي إذا كانت الشركة منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي فتخضع للنظام الضريبي السعودي. حصص الشركاء السعوديين تخضع للزكاة، حصص الشركاء غير السعوديين تخضع للضريبة. أحمد اتفضل يا أحمد، لو عايز تقول شيء اتفضل يا أحمد. مش عارف صوتكم مختفي، ردكم بعيد، ليه كده؟ دكتور لو سمحت الشرائح مي واضحة بس. دكتور الصوت منقطع وكانت الشرائح برضو لا تزال مي واضحة، الله يسعدك. بارك الله فيك، طيب الشرائح واضحة الآن؟ حاليا الشرائح واضحة؟ طيب ثواني هغير الشبكة كده أشوف، ربما يكون من عندي، بس أنا عندي نت قوي أصلا. احنا ما نقدر نسمعك لين نفتح المايك. طب لحظات كده اعطيني لحظة اشوف يا شباب. اعتقد الصوت احسن دلوقتي صح؟ الان احسن. اي تمام يا دكتور. طيب.
يجب تقديم الإقرار الضريبة وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى مصلحة الزكاة والدخل خلال فترة من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار تقدر ب. الإجابة كم يا شباب؟ الإجابة كم يا شباب؟ الإجابة 120 يوم. ماشي. يعد الدخل متحققا في قصد من مصادر المملكة في الحالات التالية ما عدا الدخل ناشئ عن نشاط في المملكة، عقود التوريد، مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة، مبالغ يدفعها مقيم تمت بالكامل. لا، يبقى هنا الإجابة ب 11. شكرا احمد، مظبوط. 11، لاغراض ضريبه الدخل تعدد شركه مقيمه في المملكه خلال السنه الضريبيه، تعد لاغراض ضريبه الدخل تعد شركه مقيمه في المملكه خلال السنه الضريبيه على توافر الشروط التاليه: ان تقع لادارتها الشركه ادارتها الرئيسيه في المملكه او في اي من دول مجلس التعاون الخليجي. ده دي الف. ماشي. باء، تكون منشأة وفق نظام الشركات في المملكة، أن تكون منشأة وفق نظام الشركات في أي دولة من الدول، أن تكون منشأة وفقا. الإجابة يا حضرات اللي هي باء، أن تكون منشأة وفق نظام الشركات في المملكة العربية السعودية. إذا تقاضى أجنبي عمولة عارضة المفروض حضرتك تخضع للضريبة حتى لو كانت مرة واحدة، حتى لو كانت عارضة. إذا كانت الشركة الأجنبية قد وقعت عقدا مع إحدى الشركات الحكومية لتوريد وتركيب أجهزة ومعدات بمبلغ 15 مليون، وكانت الشركة لا تمسك الحسابات لهذا العقد، فإن الدخل الخاضع للضريبة في المملكة هو كام يا شباب؟ 1.5 مليون، صح، اللي هي 10%. طيب، في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل منفصل في العقد، يتم تقدير قيمة كل عقد مصاحب من إجمالي كامل قيمة العقد بنسبة 10%. صح. ممول اجنبي يخضع للضريبه على الدخل الشخصي بلغت الضريبه المسدده من واقع الاقرار الذي قدمه خلال الموعد النظامي 80,000 ريال. بعد اجراء التعديلات الضريبيه اتضح ان الضريبه المستحق عليه 90,000 ريال، فيكون الفرق الواجب سداده. دي طبعا واضحه جدا. $10,000، مظبوط. يخضع الشخص غير المقيم اذا حقق دخلا من مصادر في المملكه دون ان يكون له فيها منشاه دائما لضريبه الاستقطاع اذا حصل على ارباح راسماليه نتيجه التخلص من الاصول الثابته، اتاوه او ريع او ايجار، ارباح راسماليه نتيجه التخلص من رسوم الدوله، ارباح راسماليه نتيجه التخلص من حصص في شركه مقيمه. أيوم يا شباب هذا. ده صح. بصوا يا شباب، انا قاعده معايا كم نقطه بس عايز اشرحهم عشان بعد كده الفتره الضريبيه. احنا خدنا يا شباب في الزكاه حاجه اسمها الفتره الزكويه، وهنا حاجه اسمها الفتره الضريبيه. الفتره الزكويه لما كان يجي واحد عايز يحاسب عن نصف سنه او ربع سنه اسمها فتره قصيره، ولو واحد عايز يحاسب عن اكتر من سنه اسمها فتره طويله. وكنا نستخدم الايام ونقول والله في الزكاة بناخد الوعاء الزكوي الذي تم احتسابه ونستبعد منه الأرباح ونضربه في عدد الأيام الذي يريد التحاسب عليها مقسومة على عدد أيام السنة. الكلام ده كان في الزكاة سواء كنا في الفترة الطويلة أو الفترة القصيرة. طيب والضريبة؟ الضريبة لا، الضريبة لا يوجد فيها شرط حولان الحول، الضريبة بتحاسب على الربح بس. يبقى اذا الربح اتحقق في ربع سنه، في شهر، في خمس ايام، في
300 يوم. المهم متى ما يقدم المكلف ويقول تعالى حاسبين حاسبوه، بس بشرط ما يكونش زاد عن سنه. طب اذا كان زاد عن سنه ده فيها حسبه بسيطه تاني بس. طيب يبقى اذا الفتره الضريبيه او السنه الضريبيه القصيره والطويله. القصيره ما فيهاش اي مشكله يا شباب، بس المشكله اللي في القصيره لما يجي واحد يقدم يقول انا عايز احاسب على 4 اشهر، نقول له ماشي هنحاسبوك على 4 اشهر بس هنحسبوا لك الربح كسنوي. طب ليه تحاسب الربح سنوي؟ على اساس ان لم يلتزم ويقدم في الفتره القانونيه اللي هي 60 يوم ممكن يحاسبوه عن سنه. يعني في النظام موجود ان لم يقدم في الفتره القانونيه يحاسب عن سنه، لكن قد يكون تطبيقها قليل. هذا هنا في مثال يا شباب اهو. طبعا الفتره القصيره شباب عند بدايه النشاط، عند تغيير بدايه النشاط، عند انقضاء النشاط، كل يعتبر فترات قصيره. مثال على الفتره القصيره ان واحد يا شباب قدم ارباح 30,000 عن كام شهر؟ في 1/8 بدات يا شباب، في 1/8 الشركه اهي، وبعديها جاءت في 30/12 وقالت والله انا مكسبي هكذا. طبعا من 1/8 لغايه 30/12 يعني 8 و9 و10 و11 و12 5 شهور. كم مكسبك يا اخي؟ قال 30,000. المفروض ان انا هحسبه 30,000 وخلاص، 30,000 في 20%. طيب ممكن طبعا اذا كان كلامه صادق وده فتره منتظمه كله. طيب اللي بيحصل هنا بناخد 30,000 ونقسموها على 5 ونضربوها في 12 اعطتني 72,000. 72,000 دي يا شباب المفروض 72,000 دي للسنه، ده للسنه. احنا حسبناها للسنه ليه؟ لك هو ان لم يلتزم ويقدم الاقرار ويدفع الضريبه خلال 60 يوم هنحاسبه على سنه كامله. هنحاسبه على 72,000. ماشي؟ فاحنا نعتبر ان هو قدم في ميعاده ولذلك هنحاسبوها عن 5 شهور فقط. ماشي؟ اللي هم كام؟ تمام؟ 14,400. جت ازاي 14,400 يا شباب؟ خدنا احنا 30,000 قسمناها على 5 ضربناها في 12 طلعت ب 72,000. 72,000 في 20% ب 14,400. 14,400 دول عن سنه. لا انا عايز احسب عن 5 شهور بس. يبقى 14,400 ممكن نقسمها على 12 ونضربها في 5. طب اللفه دي كلها ايه؟ ما احنا كان ممكن ناخد 30,000 ونضربها في 20% هتعطيني 6,000 برضه. امال الفكره فين؟ ايه سنوي؟ لأن النظام قال إن لم يلتزم المكلف ويقدم في المواعيد المقررة له يعتبر إحنا نغرموه ونحاسبوه عن سنة. ماشي. الفترة المالية القصيرة يا شباب لازم تركزوا معايا لمدة 5 دقائق، لو وصلوا 6 ما تركزوش، 6 5 دقائق بس. الفترة الطويلة يا شباب قالوا إنها لا تتعدى 18 شهر، شرط أساسي اللي حاسب عن الضريبة ما يتعداش 18 شهر. يعني اقصى حد 18 شهر. طيب ماشي. ايه اللي بيحصل؟ واحد يا شباب هيحاسبني عن اكثر من سنه، مفيش مشاكل. هنقول له تيجي اخر السنه وتقدم اقرار وتقدم الضريبه. وتيجي اخر الفتره الثانيه اللي هي شهر ولا 2 ولا 3 وتقدم الاقرار وتقدم الضريبه تدفعها يعني. ونيجي في الاخر احنا نحسب له الضريبه المستحق عليه وندفعه الفرق. ونرجع ثاني نقول له ايه؟ ال 12 شهر اللي قدمت عنهم اقرار ودفعت عنهم الضريبه هل هم صح ولا لا؟ ماشي؟ يعني ناخد الربح بتاع المده كلها ونقسموه على طول المده ونضربوه في 12 فهيديني الربح السنوي او الربح الافتراضي السنوي او الوعاء الافتراضي السنوي. الوعاء الافتراضي السنوي او الربح الافتراضي السنوي نضربوه في 20% هيديني الضريبه السنويه. أقارن ما بين الناتج هذا والمبلغ الذي دفعه المكلف عند تقديم الإقرار. لو كان الفرق أكثر من 10% يدفع غرامة 1% والغرامة متسلسلة يعني تصاعدية. لكن إحنا عايزين نعرف بس مش عايزين نعرف الكل. عايزين نعرف إذا كانت الضريبة عن السنة الافتراضية أكبر من الضريبة التي دفعها المكلف ب 10% فأزيد يبقى يدفع غرامه. ماشي يا شباب؟ ماشي يا بنات؟ طيب في مثال جميل جدا اهو
طبعا دي يا شباب اللي هي الغرامه اهي، وفي بدائل للغرامه، احنا مش عايزين البديل قوي يا شباب، احنا بس عايزين نعرف انه في غرامه بس. بصوا يا اولاد ويا بناتي، مثال على فتره ضريبه قويه من 1/9 ل 30/12، من 1/1 ل 30/8، من 1 وهكذا. مقسم السنه ثلاث فترات. ليه؟ هو بدا في 1/9 لحد 30/12 دول 4 شهور. وبدا من 1/1 لغايه 30/8 دول 12 شهر 8 على بعضيهم دول سنه. فهو حسب دول مع بعض سنه. او رجع من 1/9 لغايه 30/12 دول 4 شهور حسبهم وحديهم. هذا المكلف يحاسب عن 16 شهر. طيب ماشي. هو لما بيقدم اقراره طبيعي الاقرار بيقبل مع دفع الضريبه. ايه اللي هيحصل؟ احنا هنجمع 65 و100 زائد 60، وده يعتبر ربح عن الفتره الضريبيه الطويله. ونرجع نقسمهم على 16 شهر ونضربهم في 12. ليه؟ حتى اصل الى الربح السنوي. طب وبعدين؟ اخذ الربح السنوي واضربه في 20%، طب يعطي ايه؟ يعطي الضريبه عن السنه. طب وليه اللفه الطويله دي؟ عشان نشوف المكلف يوم ما قدم الاقرار ودفع الضريبه هل كذا المبلغ ولا لا. مسموح له لغايه 10%، اكثر 10% فصاعدا، 10% فصاعدا يدفع غرامه. ماشي يا اولاد. هاي ارباح الفتره 165,000، الضريبه 33,000، أرباح الفترة الطويلة. ماشي، أرباح الفترة الطويلة ماشي اللي هي 65 زائد 100 زائد 60 هتساوي، زائد 60 هتساوي 225,000. ماشي، 225,000 في 20% هتساوي 45,000. الضريبة على السنة الافتراضية ال 45,000 دول يعتبروا 16 شهر، نقسم على 16 ونضرب في 12 يديني كام؟ يديني الضريبه عن السنه الافتراضيه. ارجع اقارنها بالضريبه اللي الراجل دفعها اللي هي عن الربح اللي قدمه في الاقرار. هو كان دافع 33، والله راجل محترم يشكر. طب وبعدين؟ الضريبه عن السنه الافتراضيه 33,750، يعني 33,000 من 33,750 اقل من 10%. ليه؟ الفرق 750. طب الفرق المسموح له كام؟ 3,300. يبقى اذا الدوله يا شباب بتستوفي حقها في كل الاحوال. يعني هو قدم الاقرار عن 4 شهور، وبعدها قدم عن 8، وبعدها قدم عن 4 شهور. الاربع شهور والثمانيه الاول دول سنه. السنه دي تعتبر ماشي دفع عليها الضريبه. نرجع نعمل الضريبة عن الفترة الطويلة كلها، نلم كل أرباحه ونضربها في 20%، وصلنا للضريبة السنة، ضريبة الفترة الطويلة نقسمها على عدد الأشهر ونضربها في 12، يبقى أصل إلى، وأقسمها على عدد الفترة، عدد أشهر الفترة نضربها في 12، أوصل إلى الضريبة السنوية الافتراضية. أقارنها بالضريبة الدفاع، إذا كان الفرق أكثر من 10% يدفع غرامة. تمام؟ طب الغرامة كام؟ ليها تدرج يا شباب، بس احنا مش هناخد التدرج بتاع الغرامه عشان نخفف شويه عنكم باذن الرحمن. في جزئيه ثانيه يا شباب عايز اشرحها اللي هي ايه؟ العقود طويله الاجل. دي مهمه برضه يا شباب. ليه؟ بنلاقي احيانا يعني هنا في شركه بتعمل في مجال المقاولات تستخدم اساس الاستحقاق في معالجه عمليات. ماشي، خدت عقد في 1/7/2015 مدته 3 سنين. المدة كام؟ 3 سنين. طيب العقد بكام؟ التكاليف الفعلية للسنة الأولى كانت 1.5 مليون.
مدة العقد، تكاليف الفعلية للسنة الأولى كانت 2 مليون، ماشي. قيمة العقد يا شباب 7 مليون، تكاليف المقدرة للسنة الثالثة 1.5 مليون. يبقى السنة الأولى 1.5، السنة الثانية 1.5، السنة الثالثة 1.5. كم التكاليف يا شباب؟ كم التكاليف يا بنات؟ كم إجمالي التكاليف المقدرة للعقد؟ 50 صح؟ الله يسامحك يا عبد المحسن، الله يسامحك، الله يسامحك. أيوة كده يا شيخ. 3 2 1.5 و2 و1.5 يبقوا 5. ماشي، ربنا يسامحك ويجزيك خير إن شاء الله، 5. طيب كم قيمة العقد؟ كم قيمة العقد؟ قيمة العقد ها كم يا شباب؟ 7. حلو خالص، يبقى كسبان كام العقد ده؟ العقد ده كسبان 2 مليون. طيب لو عايز احسب ربح السنة الأولى أقدر؟ لو عايز احسب ربح السنة الأولى أقدر احسب ربح السنة الأولى؟ السنة الأولى تكاليفها 1.5، حد يقدر يقول لي ربح السنة الأولى كام؟ أو يتحسب إزاي؟ له أكثر من طريقة. أحد الطرق إن أنا آخد 2 مليون وأضربهم في، أفتح قوس 1.5 تقسيم 5. يعني أنا أخدت نسبة التكاليف وطلعت منها الربح، هو ربحه كله كام؟ 2 مليون. 2 مليون ضرب افتح قوس 1.5 تقسيم 5. يعني ما يخص السنة الأولى أو ما يخص السنة التي أريد حساب الربح عنها تقسيم تكاليف السنوات كلها. يعني 1.5 على 5. طب عايز احسب السنة الثانية، 2 ضرب افتح قوس 2 تقسيم 5. السنة الثالثة 2 ضرب افتح قوس 1.5 تقسيم 5. قول يا حضرات كيفية حساب الربح. هو الربح هو اللي بيخضع للضريبة. طب انا بحسب كده ليه يا شباب؟ ماشي، انا بحسب كده تمام عشان اوصل للنسبه والتناسب للارباح، لان العقد هياخد 3 سنين، في عقد بياخد 5 و10. طب هل تظل الهيئه ما تاخدش حقها في الزكاه في الضريبه ولا في الزكاه؟ تاخد حق. يتحسب ازاي؟ وفقا لمعيار التكاليف الفعليه. ولذلك المثال اهو يا شباب، العمل المنجز ليه حسبه ثانيه بقى. العمل المنجز بيساوي العمل المنجز يا شباب حسبناه بنفس الحسبه اللي قدامكم ده، اللي عايز يفهم معايا، يعني اللي عايز يفهم اللي قدامك ده ما يغركش. قدامك ده عباره عن 7 ضرب وافتح قوس 1.5 على 5، بس هيطلع 2.100. فحد عايز يتحدث؟ حد يا شباب؟ يبقى هنا 7 ضرب 1.5 تقسيم 5 هي المعادله اللي قدامك دي، هيدينا 2 مليون و100. 2 مليون و100 ده ايه؟ ده يعتبر ايراد السنه الاولى. طب انا هستخدمه في ايراد السنه الاولى. ايراد السنه الاولى 2 مليون، وبص كده ادي يا شباب، ادي اللي هو الجزء اللي خاص ب ده 1.5 وده 2 و100، يبقى الربح كام؟ خد التكاليف الفعليه وخد العمل المنجز. لو حسبت العمل المنجز ازاي؟ خدت قيمه التعاقد ضرب افتح قوس تكلفه السنه التي يراد عمل العمل المنجز عنها على تكلفه اجمالي السنوات. تكلفه السنه الاولى 1.5 اقسمها على 5، طب السنه الثانيه 2 على 5، السنه الثالثه مثل الاولى، وخلصنا. الفرق ما بين
الفرق ما بين العمل المنجز والتكلفة، فرق ما بين العمل المنجز والتكلفة هو الربح. ماشي يا أولادي؟ ده قيمة العمل المنجز، قيمة العمل المنجز. يا رب يسر. في مثال يا شباب اهو، اذا كان قيمة العقد 8 سنوات، اذا كانت قيمة العقد طويل الاجل 8 سنوات 3 سنوات سوري، اذا كانت قيمة العقد 8 مليون، مدة العقد 3 سنوات، التكاليف الكلية للعقد 6 مليون. قولي المثال يا شباب، مثال تاني، العقد 8 مليون، مدة 3 سنين، التكاليف الكلية للعقد 6 مليون، تكاليف السنة الأولى 1.5 مليون. هنا تعتبر إيرادات العمل المنجز للسنة الأولى، تعتبر إيرادات العمل المنجز للسنة الأولى، شكرا يا حسن، هل هي 2 مليون ولا ألف ب 2 مليون 200 ألف ولا 2 مليون 600 ألف ولا ده 2 مليون 400 ألف؟ وصلنا لها 2 مليون. طيب لو سألتك سؤال تاني، طب الربح يساوي كام هنا؟ الربح حد يقول لي الربح كام؟ ليه ما حدش كتب الربح؟ لا عبد المحسن ولا حسن ولا سماح ولا مين تاني ولا احمد ولا كم الربح؟ الله المستعان. مش عايز اقول يعني الحساب سهل اصلا. العمل المنجز 2 مليون والتكاليف كام؟ التكاليف عندك قايل لك عليها انا، تكاليف 1.5، يبقى ربح السنة الأولى 500 ألف. ربح السنة الأولى يعتبر 500 ألف. ماشي يا كرام؟ طلب أحد المكلفين بالزكاة، خذوا مثال ثاني يا شباب، يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في كل من الحالات الآتية ما عدا، يعد الدخل متحققا في المملكة في الحالات التالية ما عدا، عدد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في كل الحالات الآتية ما عدا: ألف، إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة بالمملكة. اثنين أو ب، إذا نشأ عن نشاط تم خارج المملكة. ج، إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة. د، إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة. لازم تلاحظوا سيرة السؤال بيقول إيه يا أولاد يا بنات. يعد الدخل متحققا في المملكة في كل من الحالات الآتية ما عدا. كلمة ما عدا معناها الإجابات اللي جاية دي كلها منهم ثلاثة، منهم واحدة خطأ. فأول نقطة كانت إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة بالمملكة. اثنين، إذا نشأ عن نشاط تم خارج المملكة. فالإجابة يا شباب هي أقول رقم باء، لو إذا نشأ عن نشاط تم خارج المملكة. Thank you.
شباب نقطة تاني عايزين نشرحها، وهتبقى بقى على واحدة بس في المحاضرة القادمة. طريقة المحاسبة، ماذا تعني طريقة المحاسبة؟ ماذا تعني طريقة المحاسبة؟ أسمع منكم، حد يعرف؟ ندي درجات زيادة، أعمل سنة ولا حاجة يعني، ولا مشاركات ولا واجبات. طريقة المحاسبة يا بنات ويا أولاد هي المقصود بها المحاسبة، فيها طريقة الأساس النقدي، طريقة الاستحقاق، والمختلط. ثلاث حاجات بتطبقهم المحاسبة. ماشي، الأساس النقدي بيقول إيه في المحاسبة؟ بنتحاسب على اللي نقضه أو ندفع، ودي من غير مطبقة في الواقع الفعلي إلا في النوادي. الطريقة الثانية دي اسمها أساس النقد. الطريقة الثانية بتقول إيه؟ نمشي على أساس الاستحقاق. ما هي أساس الاستحقاق؟ تحمل كل سنة مالية بما يخصها من إيرادات ومصروفات. تحمل كل سنة بما يخصها من مصروفات وإيرادات. بغض النظر عن هل تم دفع المصروفات أم لا، وبغض النظر عن هل تم قبض المقبوضات أم لا، أو الإيرادات أم لا. وده يا أولاد ويا بنات هي اللي مطبقة دي في كل أنواع المحاسبة إلا المحاسبة الحكومية والمحاسبة النوادي والجمعيات التعاونية الخيرية، يعني أحيانا بيشيزوا عنها حاجة بسيطة. لكن هو اسمه أساس الاستحقاق، ده هو ده اللي ماشي في المحاسبة. في الأساس التالت اسمه المختلط. ايه المختلط ده يا اولاد يا بنات؟ يحاسبك على المصروفات استحقاق وعلى الايرادات نقدي. وهيئه الزكاه والدخل لم تفرض اساس معين على اي مكلف، تقول له انت مختار، قول لنا على انت تمشي عليه، قول لنا على طبعك واحنا نمشي عليه، قول لنا على طريقتك واحنا نحاسبك عليها. طيب تعالوا نشوفوا المثال اللي قدامنا ده مع الطبيب اهو. طبيب اجنبي يمارس المهنه في المملكه ويستخدم الاساس النقدي المعدل. عارفين ايه النقد المعدل ده يا بنات يا شباب؟ النقد المعدل اللي هو يحاسبك على المصروفات استحقاق وعلى الايرادات نقد. طيب طبيب أجنبي يستخدم الأساس المعدل، اتضح عند فحص إقراري أنه أدرج ضمن إيراداته 20,000 ريال متحصلات هذا العام. دي صحيحة، عن عمليات أجريت في العام الماضي، ما هو مش على النقد، هو في الإيرادات. ولم يدرج ضمن إيراداته 40,000 ريال متحصلات هذا العام عن عمليات ستجرى في العام القادم. هو ماشي نقدي، ما دام ماشي نقدي كل اللي دخله نقدي يدخل طبعا عليه الاقرار، يبقى هنا 40,000 لازم تضاف. اتضح انه ادرج ضمن مصروفاته 12,000 ريال سددت هذا العام كايجار للعياده، العياده دي او المستوصف يعني، اعتبارا من اول ابريل هذا العام حتى 30 مارس من العام القادم. شفتوا؟ ده هو دافع من اول ابريل لغايه اخر مارس، بس دول كام؟ 12 شهر. بس اللي يخصونا السنة دي 9 شهور بس. ولذلك نقول في المصروفات هنحاسبوك يا شاطر على أساس الاستحقاق اللي يخص. طيب والإيرادات؟ لا، ده اللي حصلته. فلذلك عند المصروفات دي هنقول له حاسب، أنت دفعت 12,000، إحنا اللي يخصنا منهم فقط، إحنا اللي يخصنا منهم فقط 9 شهور. يبقى الثلاث شهور التانيين دول يضافوا، ولذلك تيجي في الحل هنا إضافة 43,000 ريال. إضافة 43,000 ريال ليه؟ 40 الإيراد اللي هو لم يدرج اللي هو حصل السنة دي عن عمليات السنة الجاية لأنه ماشي نقدي، 3,000 لم نوافق عليهم من ضمن مصروفات العام القادم لأن احنا بنحسبوه على أساس المعدل اللي بيحاسب على المصروفات استحقاق.
طبيب أجنبي يعمل بمملكة، المثال الثانية أولاد بين أعزاء. طبيب أجنبي يعمل بمملكة ويخضع للضريبة على المهن الحرة عند فحص إقرار الضريبة اتضح أنه أدرج ضمن إيرادات 30,000 ريال متحصلات هذا العام عن عمليات أجريت في العام الماضي صحيحة، لم يدرج ضمن إيرادات 50 متحصلات نقدية عن عمليات جراحية ستجرى في العام القادم. في 50,000 ضربها في جيبه وما حطهاش تبع الإقرار، هل ده صح؟ هيئة الزكاة تقول له يا شاطر ما ينفعش، انت راجل طبيب ولازم تمشي صح. طب ايه الصح؟ انك تحط كل الايرادات اللي قبضتها السنه دي في الاقرار، وتحط المصروفات التي تخص هذا العام في الاقرار التي تخص، ما تكتب لناش المصروفات اللي صرفتها، لا تكتب لنا المصروفات التي تخص. ولذلك لو هو كتب اي مصروف لا يخص الفتره نشيله. طبعا في هذه الحالة، ولذلك يكون التعديل الضريبي الواجب إضافته للوعاء هو شباب أنا كاتبه تحته ومعلم عليه، وأعانكم الله وأعاننا على هذا المثال. ماشي يا أولادي أعزاء يا بنات الأعزاء معايا؟ ده اللي هو الإضافة، واضح؟ شكرا يا حسن، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله. بص يا شباب، هنا حدد اثر كل حاله من الحالات الاتيه في الوعاء الضريبي في الفحص لاحدى شركات التضامن العامله في المملكه. اتضح ان بند الايجار المدفوع 120,000 ريال عن سنه تبدا من 1/4 وتنتهي في 30/3. احنا لا نوافق على اي مصروف لا يخص الفتره. 120 نقسمها على 12 نقسمها على 12 يطلع في الشهر 10، اللي يخص السنه 9 شهور في 10 ب 90، ودول 120 يبقوا باقيين 30 يتضاف. ايرادات الاوراق الماليه المحصله 24 عن 8 اشهر فقط، وهناك ايرادات اوراق ماليه مستحقه لم تحصل قدرها 11,000. لا يا شاطر ده تتضاف، ليه ما حصلتوهاش؟ سايبينها ليه في الشركه ولا في البنك؟ تضاف. لما نيجي بعد كده للتكاليف واجبة الخصم يا شباب، التكاليف واجبة الخصم نحن أخذناها في الزكاة، ماشي؟ هنمر مرور الكرام وأنا أتوقف عند أي نقطة فيها خلاف. بالنسبة يا بناتي ويا أولاد الأعزاء، الأجور والمرتبات لا يوجد فيها جديد كما هي، الديون المعدومة كما هي. طيب الرواتب والأجور إيه هي؟ تحتسب الرواتب والأجور التي تخص العمال.